يقول السائل: امرأة نوت العمرة من الرياض، ولكن عند وصولها مكة جاءتها الدورة الشهرية قبل أن تطوف، ما الذي تعمله في هذه العمرة وهل عليها شيء؟ عليها أنها تبقى على إحرامها، تتجنب محظورات الإحرام حتى تطهر وتغتسل من الحيض، ثم تؤدي العمرة، تطوف تسعى تقصر من رأسها. وحصول الحيض عليها وهي محرمة لا يضر ولا يؤثر على إحرامها، إحرامها صحيح، لكن تبقى حتى تطهر وتغتسل ثم تؤدي العمرة.